أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من سفر أرمية أصحاح 15 آية رقم 19. هكذا قال الرب: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت السمين من المرزول فمثل فمي تكون. هكذا قال الرب. الرب بيقول لأرميا: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت السمين من المرزول فمثل فمي تكون. إيه الموضوع؟ أرميا النبي عظيم، الرب أرسله علشان يدعو الشعب للتوبة، يدعو الشعب للرجوع إلى الرب. هنا الرب بيقول له إن رجعت، يعني إيه معنى الكلام؟ إن أرميا اللي بيدعو الناس للتوبة والرجوع إلى الرب هو أيضا محتاج أن يتوب ويرجع إلى الرب. عشان أفهم أكتر لازم أقرأ الآية اللي قبليها. الآية اللي قبليها أرميا بيقول: لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ أرميا هو بيخدم الرب اتبهدل وبيصور نفسه زي واحد اتجرح والجرح مش راضي، مش الجرح مفيش شفاء ليه، جرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى، وموجوع بقى لأن الناس استهزأت بيه والناس احتقرته، يمكن الناس شتمته، كل الناس واستهزأت وقالت عليه نكت، فتعب قوي. فراح يقول للرب ايه: لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى ان يشفى؟ اتقول لي مثل كاذب؟ شوف بيقول للرب ايه: انت فين وعودك؟ فين وعودك ان انا انتصر؟ فين وعودك انك تحميني؟ فين وعودك؟ بيقول للرب يعني انت زي واحد بيكذب. اتقول لي مثل كاذب؟ وفي الآية رقم 17 بيقول له: أنت ملئتني غضب يا رب، قد ملأتني غضبا. اللغة دي، الكلام ده اللي طالع من فم أرميا خطية. ليه؟ لأن أولا الكلام فيه شفقة على النفس، كلام ما فيهوش إيمان، كلام فيه تقليل من أمانة الرب، كلام فيه شك في وعود الرب، ما فيهوش اي ايمان. خطيه، الكلام اللي قاله ده خطيه ولازم يتوب عنه، لانه بيقول للرب انت اتكون لي مثل كاذب ومشفق على نفسه، وبيقول جرحي عديم الشفاء يأبى ان يشفى، وحاطط المسؤوليه على الرب، بيقول للرب انت تخليت عني. فالرب قال له ايه؟ الرب كان واضح معاه، قال له انت زي الناس اللي انا بعتك تخدمهم، انت يا ارميا محتاج انك تتوب على اللي انت بتقوله، واذا تبت هساعدك. هنا بقى الحاجة العظيمة المشجعة: ان رجعت ارجعك. عزيزي المشاهد، لما تحس انك انت بعدت عن الرب وقررت انك ترجع، الرب هيساعدك، الرب هيرجعك، بس المهم تكون انت عايز ترجع. ابن الضال لما قال اقوم وارجع الى ابي، وابوه شافه، ابوه جري عليه. كتاب ما قالش ان الابن الضال هو اللي جري على ابوه، لا، قال ان ابوه ركض، هو اللي جري. ليه؟ لانه رايح يساعده، عشان وهو راجع بقى مكسوف وخجلان وشاكك في ان ابوه يقبله. حينما نفكر
ان احنا نرجع للرب، او لما ابتدي انشغل بان انا ارجع لمشيئة الرب في حياتي اللي انا خرجت براها، 100% الرب هيساعدني 100%. بيقول له كده: ان رجعت انا بقى ارجعك، فتقف امامي، يعني تخدمني. انت الوقت يا أربية ما دام بتقول الكلام ده انت ما تنفعش تخدم، انت ما تنفعش. وممكن الرب بيقول لك كده، انت بتتكلم زي أرمية وهو في حالة الضعف دي والفشل، ما تنفعش تخدم الرب، ما تنفعش تبقى أسيس كنيسة، ممكن دي تبقى حالتك. وبالتالي الكلام ده يبقى ليك، الرب بيقول لك اندم على اللي انت بتقوله، قول للرب انا غلطان في هذه الكلمات اللي فيها تذمر او اللي فيها تمرد عليك، يا رب انت صالح حتى لو انا مش فاهم. يعني كان لازم أرمية يقول للرب ايه، انا مش فاهم ليه بيحصل لك كده، بس انت اكيد صح، واكيد وعودك صادقه، واكيد اللي بيحصل ده لخيري. لكن هو ما فكرش بالطريقه دي، وعشان كده كان محتاج لتانيب وتبكيت من الرب عشان يفكر صح. واول ما يبتدي يفكر صح الرب هيساعده، بيقول له ان رجعت ارجعك فتقف امامي باسم الرب يسوع. لا نستسلم لأي أفكار فيها تذمر على الرب، أو فيها شك في أمانة الرب، أو فيها شك في محبة الرب. لازم نثق إن حتى لو اللي احنا شايفينه ده صعب ومؤذي، نبقى متأكدين إن المؤذي ده في خير لينا، وإن الرب بيخرج من الجافي حلاوة، وبيطلع من الآكل الوحش المفترس اللي بياكل، يطلع منه طعام أكله طعام حلو. إن رجعت أرجعك فتقف أمامي. يبقى شرط إن أنا أستمر في الخدمة إيه؟ إن أنا أتوب. لما أغلط أتوب، أتوب عن خطايا الكلام اللسان، أتوب عن أي خطايا في العلاقات، أتوب عن أي خطايا في السلوك، عشان لو أنا خادم لازم أبقى تائب. مش تائب بخدمش. لأني لو خدمت هتأدب، هتجي علي عصايا. لازم اتوب. يعني ايه اتوب؟ اجل الرب اقول له انا غلط وانا مش عايز اغلط تاني، لا بكلمات سيئه زي الكلمات اللي قالها أرمية، ولا بسلوك سيء. ان رجعت ارجعك فتقف امامي، وتبقى مثل فمي تكون، يعني هتبقى الفم اللي انا بتكلم بيه أرمية لو توب. عزيزي المشاهد، تعال معي إلى إشعياء 61، نكمل التأمل في الملك الألفي. الناس في الملك الألفي هتبقى فرحانة جدا، وقلنا بسرعة بدون تفصيل كثير في قلنا آية 10 وتأملناها بسرعة بدون تفصيل كثير، اللي الشعب هيقول فيها، كل واحد هيقول فيها من شعب الأمة اليهودية في الملك الألفي: فرحا افرحوا بالرب. فرحا افرح، يعني هفرح بالرب، يعني احنا فرحانين بالرب فرح عظيم، فرح غير عادي. يعني كلمه ما قالش افرح بالرب، لا قال فرحا افرحوا بالرب. دي فيها تاكيد وفيها تعبير عن ان الفرح اللي هيفرحوه هيبقى فرح غير عادي. والفرح اللي هيفرحوه في الملك الألفي احنا لازم نفرح، لازم احنا كمان يبقى لينا مثل هذا الفرح. يعني لازم فرحنا بالرب يبقى عظيم. وتقول لي ازاي يبقى عظيم؟ اني اثق في الآية بتاعت رسالة غلاطية اللي بتقول ثمر الروح القدس فرح. فانا اطلب من الرب اني املاني بالروح، ولما الرب يملاني بالروح فرح يبقى عظيم. لما اجي اسبح كده الرب الاقي فرح جوايا، الروح بيشتغل وافرح كده، لاني الروح يخليني فرحان وفرح غير عادي. فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بالهي. ليه الناس هتقول كده في الملك الالفي؟ الناس اللي من الشعب اليهودي بيقول لانه قد البسني ثياب الخلاص. ثياب الخلاص يعني انا كده لابس ثوب، في بيقول ان انا فرحان ان الرب عطاني الخلاص. طبعا الشعب هيبقى فرحان
انه خلص، خلص من الهلاك الابدي، دخل الملك الألفي، وبعد الملك الألفي بقى الحياة الأبدية السعيدة. على حساب إيه؟ على حساب، على حساب دم الرب يسوع اللي هم سفكوه، هم اللي سفكوا دم الرب. بس لأنهم في الملك الألفي هيؤمنوا ويتوبوا، هيؤمنوا إن الرب لما صلبوه صلب من أجلهم، ولما سفك دمه سفك من أجل خطاياهم، لأنهم هيؤمنوا بكده هياخدوا الخلاص. وهنا الخلاص مجاني، مش هيعملوا اي حاجة، كل اللي هيعملوه انهم يصدقوا ان الرب بيحبهم، وانه فعلا زي ما بيقول سفر اشعياء لما اتصلب كان مجروح لاجل معاصيهم، كان مسحوق لاجل اسامهم. لما يصدقوا ان الرب كفارة عن خطاياهم خلاص هياخدوا الخلاص هبة. وعشان كده البسني، يعني عطية، عطية، ألبسني ثياب الخلاص. عزيزي المشاهد، لا يمكن أن تنال الخلاص من الهلاك الأبدي إلا بعطية إلهية، هبة. دي حاجة ما تقدرش تشتريها، ما تقدرش تشتري خلاصك الأبدي من الهلاك بأنك مثلا تدفع عشور، ولا تساعد أسرة فقيرة، ولا تقعد تصوم سنه مثلا. ما تقدرش، الحاجات دي ما تنفعش تبقى تمن تشتري بيها انقاذك من الهلاك الابدي. الانقاذ الخلاص هبه عطيه. يقول له البسني، يعني انت اللي لبستني. امتى الرب يلبسني؟ مجانا. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا قلت للرب مش عايز اعيش في الخطيه، عايز اعيش ليك، عايزك تبقى ملك على حياتي، وانا مصدق انك انت مت من اجلي على الصليب، مصدق انك انت مت وقمت من الاموات. نتيجه الايمان ده اخد حاجتين، الخلاص والبر. ونكمل الايه، كساني رداء البر. كساني رداء البر، يعني خدت، هو اللي عطاني الرداء. يعني ايه كساني رداء البر؟ اشرحها تاني، قلتها في الحلقة اللي فاتت. يعني بإيد بار في عينين الرب. بإيد بار ازاي؟ عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا فبإيد بار. مش ممكن، كل ما تحاول تعمل هتغلط، مش ممكن هتوصل 100%، ولو وصلت 90% ما تبقاش بار، لان 10% ولا 1% ولا 0.5% الغلط هيلغي كل الباقي. فانت مش ممكن هتبقى بار باعمالك. وده اللي قاله الرسول بولس في رسالة روميا بكل وضوح في الاصحاح الثالث، ده اللي قاله في رسالة فيليبي، ليس لي بر الذي من الناموس. يعني ما عنديش بر نتيجة طاعتي للشريعة الناموس، نتيجة ان انا ما زنتش، نتيجة ان انا ما قتلتش، نتيجة ان انا عشت صح. ليس لي بر الذي من الناموس، ليس لي بري الذي من الناموس بل الذي. طب جبت البر ده ازاي؟ عطية، رب عطاهولي مجانا. نتيجة ايه؟ نقرأ، الذي بإيمان المسيح. يعني لاني امنت بالرب يسوع خدت البر، البر الذي من الله بإيه؟ بالإيمان. يبقى بر مش بالأعمال، البر بإيه؟ بالإيمان. وده اللي قاله الرسول بولس بكل وضوح في رسالة روميا الأصحاح الثالث، اللي أكيد سمعتني، أكيد لو أنت بتتابع الحلقات هذا البرنامج هتلاقيني قريت من هذا الأصحاح كثيرا، أن ظهر بر الله، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح. والآية العظيمة بقى، متبررين مجانا بنعمته. يبقى البر ايه؟ مجاني. نتيجة ايه؟ ايماني. نتيجة ان انا عملت كذا وكذا وكذا ودفعت عشور وصمت؟ لا، ده الحاجات دي لا تجيب الخلاص ولا تجيب البر. الحاجات دي تعبر بيها عن حبك للرب اللي عطاك الخلاص مجانا، واللي عطاك البر مجانا، اللي خلاك بار مجانا نتيجة لإيمانك. متبررين مجانا بنعمته. يبقى انا بايد بار عطيه مجانيه،
مش نتيجة أعمال أقوم بيها. وده نفس اللي قاله بولس كمان بكل وضوح أيضا في رسالة روميا، قلت الآية دي في الحلقة اللي فاتت، لكن لا مانع أن احنا نقولها مرة كمان، أن الأمم اللي هم غير اليهود، نتيجة لما اليهود رفضوا الرب، رسالة الخلاص طلعت براهم للأمم اللي هم غير اليهود، أن الأمم الذين لم يسعوا، ما عملوش حاجة، لم يسعوا عشان يمتلكوا البر، في أثر البر بقوا أبرار، أدركوا البر إزاي؟ يقول لك البر الذي بالإيمان، البر الذي بالإيمان. أما الشعب اليهودي طوال العهد القديم في آية 31 رومية 9، وهو يسعى ويعمل مجهود عشان يبقى بار بالأعمال، يقول لك لم يدرك البر. ليه؟ لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. يبقى إذن البر مش أخذه نتيجة أعمال، أخذه نتيجة إيمان، عطية. وهنا التعبير جميل جدا، كساني رداء البر، كساني يعني غطى ذنوبي وعيوبي وقبحي برداء، غطى كل حاجة، كساني رداء البر. عزيزي المشاهد، ده امتياز للشعب اليهودي في الملك الألفي، إن هيبقى كلهم أبرار، يحسبوا أبرار نتيجة إيمانهم. بس الامتياز لي أنا وليك وليكي النهاردة، أي حد فينا عنده آمن بالرب يسوع بقلبه إيمان حقيقي، آمن أن الرب مات من أجله، آمن أن الرب ملك يملك عليه، بياخد هذا البر، متبررين مجانا مش بأعمال، بنعمته. وأرى لك بقى الآية العظيمة اللي تؤكد هذا من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، وريت لك من فيليب 3 روميا 3 كمان كورنثوس الثانية أصحاح 5. في كورنثوس الثانية أصحاح 5 آخر آية بتقول إيه؟ الذي لم يعرف خطية، مين؟ ده الرب يسوع. بقي ايه؟ يقول لك خطية لأجلنا. هو يستحق انه يبقى خطية؟ لا، ده بدون استحقاق، ده هو البار، ده هو قدوس القديسين، ده اللي قال عنه الكتاب لم يفعل خطية وليس فيه خطية، وهنا مكتوب عنه لم يعرف خطية، يعني ثلاث تعبيرات، انه قدوس ما فيهوش خطية ولا يعرف الخطية وما عملش خطية. طب ايه بقى؟ جعل الذي لم يعرف خطية، يعني بدون ما يستحق بقي خطية. فين ده حدث؟ على الصليب، ان الرب خد الذنوب بتاعتنا شالها، ولانه شالها تعاقب، اتعاقب لانه شالها، مش لانه عملها، لانه خدها مننا وحملها، مش لانه عملها، دي جت عليه بدون استحقاق، هو لا يستحق هذا، جت عليه فتعاقب بدلنا. طيب احنا بقى اللي نؤمن ان هو كفارة لينا وانه اتعاقب بدلنا، يحصل لنا ايه؟ نكمل الآية، لنصير نحن زي ما هو مش مستحق انه يبقى خطية او انه يبقى ذبيحة خطية او انه يشيل الخطية، احنا كمان ما نستحقش ان احنا نبقى ابرار، لكن نتيجة ان احنا امنا نصير نحن بر الله. بر الله ده انا اساله؟ لا. اقدر اجيبه باعمال؟ لا، ده خدته مجانا نتيجة ايه؟ ان انا امنت ان الرب يسوع اتحمل عقابي كاملا على الصليب، لنصير نحن بر الله فيه. هو على الصليب خطية بدون استحقاق، واحنا ابرار النهاردة بدون استحقاق، لا نستحق، انما خدنا ده مجانا هبة، وعشان كده افرح لاني خدته مجانا، ما استاهلهوش، واقول كده كساني رداء البر، وافرح مثل عريس يتزين بعمامه. والعمامه هنا هي نفس الكلمه اللي جايه جمالا في ايه رقم 3 اللي شرحناها في حلقه سابقه، اللي هي لاعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ده التاج اللي بيلبسه العريس في الزواج اليهودي، لما يجي يتجوز يلبسوه تاج،
او عمامة، او زي التاج اللي بتاع الكاهن ورئيس الكهنة، او العمامة الحلوة دي. فيعني لاني خدت البر وخدت الخلاص، خدت كمان الجمال، بقيت جميل. يقول لك مثل عريس يتزين بعمامة بتاج، ومثل عروس. برضو في الفرح اليهودي، طبعا اللغة هنا الاستعارة جاية من الحياة اليومية، من زواج، من الزواج في الشعب اليهودي. العريس بيفرح وعشان فرحان في اليوم ده بيلبس تاج، ويبقى اللي هي كلمة جمال في آية 3، بيلبس تاج. والعروس بتلبس، تتزين بقى بالذهب والحاجات، الخواتم والعقود الجميلة والحلوة، علامة الايه؟ ده يوم غير عادي، وده مناسبة غير عادية. هو كده، لما خاطي يجي للرب مناسبة غير عادية، مناسبة غير عادية، لانه خد ايه اول ما جه للرب وسلم حياته للرب وامن بالرب؟ خد ايه؟ خد خلاص من الهلاك الابدي. في حاجة في الدنيا توازي ده؟ انك انت تبقى واثق انك انت الموت ده ولا حاجة، هتموت هتبقى مع الرب، مفيش عذاب خلاص. يعني لما خاطي يجي للرب لازم يفرح، لانه خد واحد، خد ايه؟ خلاص من الهلاك الابدي. خد ايه كمان؟ خد بر بإبار امام الله. الرب بيبص له كشخص بار، مع انه ما كانش كده. تالت حاجه خد علاقه حيه رائعه. فعشان كده لازم يبقى فرحان، بدا مرحله جديده زي العريس والعروس ما يبداوا، ما لما بيبداوا مرحلة جديدة. عزيزي المشاهد، إذا ما كنتش تقابلت مع الرب يسوع، تعالى. هو بيقول لك من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. رجاء، لما كنتش خدت الخلاص، ما كنتش خدت البر، ما بقيتش ليك علاقة حية معاه، اركع النهاردة وسلم حياتك لي، وقول له أنا مؤمن أنك أنت مت من أجلي وقمت من الأموات. لما تعمل كده تنال الولادة الجديدة، وتاخد الخلاص مجاني، وتاخد البر مجاني، وترى بارا أمام، وترى شخص بار أمام الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب ثق في الدم، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.